حياكم الله مشاهدينا. إيران تسهم بشكل فاعل في انهيار قوة الأسد على حساب دعم ميليشياتها الشيعية لمصالحها الخاصة. صحيفة نيويورك تايمز تقول إن عناصر النظام أيضاً كالميليشيات لم تعد تخضع لقرار مركزي، كل يغني على ليلة. وهذا ما حصل عملياً اليوم في حي الزهراء بحمص، أما في إدلب ضابط النظام الأسطورة النمر الوردي كما بات يطلق عليه يناشد أسياده ببضع طلقات بعد أن نفذت الذخيرة. هل تركت إيران النظام إلى مصيره؟ لذا أوفد وزير دفاعه في رحلة مفاجئة إلى طهران ولجأ لتمويل ذاتي سريع بقرار تمديد جوازات السفر. كيف ينظر جيش الإسلام إلى هذا الواقع؟ وكيف هي الأحداث من منظور هذه القوة المنظمة الملاصقة لدمشق التي قدمت اليوم عرضاً عسكرياً مهيباً بقيادة العائد من تركيا القائد الشيخ زهران علوش؟ في ملفنا الثاني، الكونغرس الأمريكي قرر تسليح السنة في العراق دون العودة للحكومة المركزية، وقادة الميليشيات الشيعية تنظر بعين الغضب للقرار باعتباره خطوة متقدمة لتقسيم العراق. لكن ألم تؤسس إيران أصلاً لهذا التقسيم بإضعاف دور الحكومة منذ 10 أعوام؟ هل يشعل القرار مواجهة جديدة في العراق ويضع العشائر السنة أمام مواجهتين في آن، تنظيم الدولة والميليشيات الشيعية؟ وهل فعلاً هو قرار له ما بعده في أن يكون للسنة كونفدرالية في العراق على غرار دولة برزان الكردية؟ نناقش كل هذا بعد قليل، ابقوا معنا. إذن نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً حول الهزائم التي منيت بها قوات الأسد مؤخراً، أشارت فيه إلى أن العائلات العلوية بدأت ترفض إرسال أبنائها ليقاتلوا على الخطوط الأمامية. وبحسب التقرير فإن هذه التطورات الجديدة تثير أسئلة حول إمكانية استمرار حكم الأسد. يأتي ذلك في وقت أقام فيه جيش الإسلام عرضاً عسكرياً ضخماً لتخريج 1700 مقاتل في الغوطة الشرقية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. ملامح نهاية حكم بشار الأسد وانتصار الثورة السورية بدأت بالظهور كعلامات واضحة في المشهد السوري والإقليمي والدولي. صحيفة نيويورك تايمز نشرت تقريرا مطولا عن أن قوات الأسد منهكة تماما وشكوك كبيرة عن إمكانية بقاء حكم الأسد بشكله الحالي. التقرير نقل عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن مستقبل الأسد يبدو سيئا ويسوء أكثر. هذا الاختصار لحالة بشار الأسد كما يراه الأمريكيون يؤكد كل التحليلات عن قرب انهياره، والشواهد كثيرة على ذلك في العاصمة دمشق وميدانيا في إدلب شمالا ودرعا جنوبا. الصحيفة الأمريكية بيّنت أن تآكل قوات الأسد اضطرته لزيادة الاعتماد على الميليشيات الطائفية الأجنبية، خاصة ميليشيا حزب الله اللبناني، لكن تقرير الصحيفة نقل عن مسؤول أمريكي أن حزب الله مجرد حجر يساعد في بناء المشروع الإيراني ولا يعنيه كثيرا مصير النظام السوري، إذ أنه ممر فقط لمساعدات إيران. ويقول مراقبون إن ملامح تخلي إيران عن الأسد بدأت تتضح من خلال مؤيدي النظام أنفسهم الذين بدأوا يعتبون على إيران ويتوسلون دعمها لإنقاذ الموقف، خاصة مع مشاهد معارك إدلب التي شهد خسائر فادحة لجنود الأسد وهروبا جماعيا ونقصا حادا بالدعم والذخيرة، أو بمعنى آخر تركوا لمصيرهم، والسبب عجز نظام الأسد، النظام الذي أوفد اليوم وزير دفاعه لطهران ليستجدي الدعم والمدد.
هذا الانهيار والفوضى قابله عامل مهم من قبل الثوار هو الوحدة والتنظيم، أدى في كثير من الأوقات إلى حسم المعارك بسرعة شمالا وجنوبا. أما اليوم ومع الحديث المتصاعد عن تغير شكل العاصمة دمشق وكأنها تترقب مصيرها، ظهر في الغوطة الشرقية أكبر عرض عسكري شهدته الثورة السورية بحسب منظميه، وهم جيش الإسلام الذي خرج أكثر من 1700 مقاتل، والعرض سمي على أبواب دمشق. بعض من الآليات العسكرية الثقيلة. عرض عسكري منظم ومتكامل بكافة تشكيلات القوات المسلحة التقليدية، وكأنه جيش يعد لعمل يعد له على مستوى أكبر، مستوى إقليمي ودولي، خاصة أنه يأتي بعد زيارة قائد جيش الإسلام زهران علوش إلى تركيا، الزيارة التي أتت بعد أن عالج جيش الإسلام بالقوة مشكلة ظهور تنظيم الدولة في دمشق. مراقبون يقولون سوريا اليوم تغلي، العاصمة دمشق تغلي، فهل سنشهد انهيارا وفراغا في أرض لا بد لها من مسيطر وضامن؟ ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا النقيب إسلام علوش المتحدث العسكري باسم جيش الإسلام من داخل سوريا عبر الهاتف، وأيضا حسن هاشميان صحفي متخصص بالشأن الإيراني ينضم إلينا مباشرة من إسطنبول. أرحب بكم ضيوفي الكرام، وأبدأ معك سيد هاشميان. إذن مؤشرات كثيرة على انهيار النظام، والنيويورك تايمز تقول إن إيران تركته لمصيره، بينما هي تدعم ميليشياتها على حسابه ولمصالحها الخاصة، كيف تعلق؟ نعم، تحياتي لكم وإلى مشاهديكم وأيضا الضيف الكريم. هناك نكتة تتنقل في بيوت الإيرانيين حاليا تقول بأن هروب قوات الأسد وصل إلى طهران عن زيارة فهد جاسم الفريج وزير الدفاع السوري. هذه الزيارة من حيث الشكل، هناك كانت جولتين من المفاوضات السرية مع القيادات العسكرية في إيران، قيادات الحرس وقيادات الجيش ووزير الدفاع. أيضا هناك كان لقاء بين علي لاريجاني ووزير الدفاع السوري، وأيضا هناك لقاء كان بين الشمخاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي ووزير دفاع بشار الأسد. أعتقد إيران أيضا تعمدت في موضوع اللقاءات التي جريت بين فهد جاسم الفريج والقيادات العسكرية، تعمدت بنشر صور حول هذه اللقاءات، ولكن لم تعطي أخبار إلا جملة أو جملتين تصرح عن هذه اللقاءات. وبالمناسبة عدنان محمود سفير بشار الأسد في طهران لم يحضر في لقاء مع القيادات العسكرية. هذا من حيث الشكل، ولكن من حيث المضمون أعتقد أن الانهيار في المنظومة العسكرية والمنظومة الاقتصادية والمنظومة السياسية في داخل سوريا أكثر من ما يقال. من هذا المنطلق هناك يعني نرى تعبئة كبيرة في داخل إيران وتحرك كبير في القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية. هذا التحرك يدل على شيء جدا مهم، إما إيران تتخلى نهائيا عن بشار الأسد وتدخل في سيناريو جديد، أو لديها خطوة جديدة مثلا تتحرك في منطقة الخليج، أو تتحرك ما يطلب منه من قبل وزير الدفاع بشار الأسد من طهران. وأعتقد أن كل الخيارات الموجودة في إيران هي خيارات جدا ضعيفة وخيارات ضئيلة، لأن تحرك إيران في منطقة الخليج يواجه الولايات المتحدة ويواجه الناتو والدول الغربية. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد هاشميان. أذهب إليك سيادة النقيب إسلام علوش. بينما حزب الله الآن مهتم بمصالحه، وطبعا معظم الميليشيات الإيرانية هي ميليشيات مرتزقة، كيف تنظر القوى المنظمة الملاصقة للعاصمة دمشق، وطبعا أقصد هنا جيش الإسلام، كيف ينظر لما يحدث من انهيار سريع لقوات النظام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أننا في الميدان نلاحظ عمليا سقوط النظام السوري بقوته وجيشه في قتالنا له، وأن النظام الإيراني قد احتله احتلالا كاملا. وعلمنا واستقرأنا بأن الحال في سوريا سيكون هو حالة انقلاب شيعي ضد النظام الطائفي السوري، يعني حتى ولو تخلص من الثورة السورية سيتعرض إلى مشكلة كبيرة، ألا وهي الوجود الشيعي. ويعني الوجود الشيعي هو وجود متدين، ليس كالعلوي هو وجود متفلت من الدين، فسيغلب النظام الشيعي على النظام السوري وسيلتهمه حتى إن استطاع أن ينهي القوات التي تقاتل ضدهم. وهذا الأمر نلاحظه الآن بأن دفة القيادة قد استلمتها القوات الشيعية الإيرانية وقوات حزب الله اللبناني والقوات العراقية. هذا إن دل سيدل على أن النظام السوري لا يملك من أمره شيئا. نعم. أعود إليك سيد هاشميان، إذا قلت بأن كل الخيارات مفتوحة، خيارات إيران، ماذا تخطط إيران؟ وقلت بأن هناك سيناريو جديد لإيران. بالنظر إلى الواقع الآن، قوات النظام تتقهقر في إدلب كثيرا لدرجة أنها كانت تناشد أسيادها ببضع طلقات. هل فعلا وصلت إلى هذه المرحلة؟ لذا أوفد وزير الدفاع إلى طهران لبحث الدعم؟ أم بالفعل أما أن إيران بدأت تبحث عن شخصية تروجها ضمن دائرة النظام كخيار احتياطي لسقوط الأسد، وربما هذا السيناريو الجديد الذي تحدثت عنه؟ يبدو أن سيد هاشميان غير جاهز حتى الآن. أعود إليك سيادة النقيب إسلام علوش، العرض العسكري المهيب الذي يقوده الشيخ زهران علوش، وأيضا هذه البدلات الموحدة وتخريج 1700 مقاتل في الغوطة الشرقية في هذا التوقيت بينما العاصمة محط أنظار العالم، إلى ماذا يرمز؟ بالنسبة لموضوع الإعداد والتدريب في جيش الإسلام، إنه لمن الأبجديات العسكرية التي يقوم عليها هذا الجيش. وبالنسبة للدورات المنظمة والعمل المنظم، هذا ديدن الجيش منذ تشكيله ويعني منذ فترة بعيدة. أما الموضوع السياسي وموضوع الزيارات، لا شك بأن الثورة السورية لها جناحين رئيسيين، هما الجناح العسكري والجناح السياسي، ويبطن هذين الجناحين العمل الإعلامي والعمل القانوني. وهذه الأمور الأربعة هي أمور متماسكة وأمور مترابطة مع بعضها. وإسقاط النظام السوري يتطلب تضافر الجهود مع هذه المحاور الأربعة، والعسكري يجب أن يتضافر معه كل الجهود العسكرية وليس تشكيل معين أو فصيل معين، وإن كان وإن تميز فصيل عن غيره. يعني ما كنت أقصده في السؤال نقيب إسلام علوش، نحن لأول مرة نشاهد جيش الإسلام في هذه الصورة بهذه القوة وبهذا النظام خاصة. نعم، يعني العمل الطبيعي الذي يقوم به جيش الإسلام هو التطور الدائم، ويعني الذي يراقب جيش الإسلام عن كثب في الفترات الماضية لا يجد هذا التحول النوعي، بل هو تحول متوقع من حيث التنظيم والتدريب. فيوجد دورات سابقة من ما يقارب السنتين أو أكثر، دورة صواعق الحق، يعني تستخدم نفس هذا التدريب، ولكن لا شك بأن العمل الأخير هو عمل أكثر تميزا وتطورا عن الأعمال السابقة. هذا بسبب الخبرة التي يحصلها المقاتلون ويحصلها أيضا المدربون والقائمون على هذه الأعمال. يعني سيادة النقيب، يعني مع الوقت قوات النظام هي الآن ميليشيات وليست قوات، والثوار أصبحوا قوة منظمة، أكيد هذا له رمزية ويشير إلى شيء ما. بالطبع بأن الآن الكفة في سوريا بدأت تتحور، يعني
كثة الثوار وكثة النظام وميليشياته يوجد تحول نوعي فيها، حيث أن الثوار في خبراتهم العسكرية التي يقارنون بها النظام يتطورون تطورا ملحوظا، ويتغير النمط العسكري من ميليشيات مسلحة متفرقة إلى اتحادات كبيرة، وتتبع نظام الجيوش العالمي في التدريب والتنسيق والإعداد والقتال أيضا. ولا شك بأن النظام السوري بعد استخدام الميليشيات الطائفية والنظام الإيراني لإدارة عمله العسكري، لا شك بأنه أضحى الآن ائتلاف ميليشيات، ولم يبقى جيشا سوريا عقائديا كما كان في بداية الأحداث في سوريا، وهذا الأمر ملاحظ لكل مراقب. نعم. فيما يتعلق بزيارة الشيخ زهران علوش إلى تركيا، وطبعا الحديث عن تنسيق تركي قطري سعودي، كيف يمكن ربط هذه الأحداث طبعا بينما يبدو أن جيش الإسلام هو القوة التي يمكنها ملء الفراغ العسكري في العاصمة الآن، وهذه القوة طبعا تبدو تحظى بقبول إقليمي؟ بالنسبة لخروج قائد الجيش إلى تركيا هو لمزاولة أو لاستخدام العمل السياسي لخدمة الثورة السورية وخدمة الناحية العسكرية التي تعتبر هي من أهم ولعلها أقوى الأعمدة التي ترفع عليها الثورة السورية. لكن للآن كل الإشاعات التي تظهر والتسريبات التي تخرج إلى الإعلام لا يوجد إليها شيء، لا يوجد فيها شيء من الصحة، وإن أي حدث سيكون وسيقوم به جيش الإسلام سياسيا كان أم عسكريا سيعرض إلى أبناء أمتنا إلى أبناء شعبنا على الإعلام، ولن نتوانى في يعني عرضه ولن يكون مخفيا. فنحن ما نقوم به هو خدمة الثورة السورية وخدمة الشعب السوري والدفاع عن قضيته في إسقاط هذا النظام، وهذا الأمر لن يكون في الخفاء. نعم. النقيب إسلام علوش المتحدث العسكري باسم جيش الإسلام، شكرا جزيلا لك، حدثتنا عبر الهاتف من داخل سوريا. والآن جاهز معي الأستاذ حسن هاشميان، كنت قد طرحت عليك السؤال بخصوص السيناريو الجديد الذي ربما تخطط له إيران الآن، يعني قوات النظام تقهقرت في إدلب كثيرا لدرجة أنها تناشد أسيادها ببضع طلقات، يعني هل فعلا وصلت إلى هذه المرحلة؟ جاء نتيجة لذلك ذهب وزير الدفاع إلى طهران لطلب الدعم وبحث الدعم، أم بالفعل إيران الآن بدأت تبحث عن شخصية تروجها ضمن دائرة النظام ولا تخرج عن دائرة النظام كخيار احتياطي لسقوط الأسد، وربما هذا هو السيناريو بالنهاية؟ أعتقد أن رؤية نظام بشار الأسد تختلف عن الرؤية الموجودة في داخل إيران. إيران وقواتها في داخل سوريا أولا رجعت إلى دمشق، حزب الله تمركزت فقط في المناطق التي تستطيع أن تتمركز حاليا، لا تستطيع أن تتقدم إلى مواجهة مثلا جيش الفات في إدلب أو جيش الشغور أو مكانات أخرى. القوات الإيرانية أيضا لا تستطيع أن تذهب إلى هذه المناطق، وأيضا لا تستطيع أن تذهب إلى درعا. هذا ما يوجع النظام السوري بشار الأسد وأيضا قواته المسلحة. من هذا المنطلق فهد جاسم الفهج في هذه المهمة وصل إلى طهران، ولكن طهران كيف تتعامل معه، خاصة في لقاءاته مع شمخاني ولقائه مع علي لاريجاني رئيس المجلس في داخل إيران. أنا أعتقد أن إيران الآن تفكر في شيء آخر. هذه النقطة أولا ترجع إلى بديل إلى بشار الأسد، وأعتقد هذا الموضوع الآن استقوى في داخل طهران لأن هناك انهيارات كبيرة في المنظومة العسكرية والمنظومة السياسية وأيضا المنظومة الاقتصادية. الآن بشار الأسد أصبح غير مسيطر على
حتى على دمشق من هذا المنطلق. رأينا بعض التحليلات الموجودة في داخل طهران تشير أو تلمح إلى هذا الموضوع. من هذا المنطلق أعتقد أن إيران الآن تفكر بحل يحفظ لها ما وجهها في سوريا، وأيضا للتخلص من الأعباء الاقتصادية والأعباء العسكرية، خاصة بعد نقل الجنازات التي رأيناها إلى طهران ومشهد وقوم ومدن أخرى. من هذا المنطلق أنا أعتقد هناك سيناريو أساسي الآن مطروح في داخل طهران للتغيير الأساسي في سوريا، ولكن حتى هذه اللحظة ملامح هذه السيناريو غير واضحة. طب على ذكر ما تفضلت به سيد هاشم، يعني الآن بأنه بشار غير مسيطر على دمشق، يعني ما نراه في حمص اليوم هو استنساخ لوضع الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران إن كان في سوريا أو العراق، لكن داخل صفوف قوات النظام حيث بدأت تعمل بنفس الطريقة بنفس النظام، بمعنى دون قيادة مركزية. بالتأكيد، والمهم لهذه المسألة أن الميليشيات الشيعية العراقية واللبنانية التي اجت إلى سوريا الآن لا تقبل الأوامر من قوات بشار الأسد أو من جنرالات بشار الأسد، بل فقط تقبل الأوامر من قبل قاسم سليماني والقيادة العسكرية الإيرانية وقيادات الحرس. هذا أمر جدا مهم. المؤشر الآخر عدم حضور عدنان محمود في اجتماعات بين فهد جاسم الفريج والقيادات العسكرية في طهران، هذا مؤشر جدا واضح بأن بشار الأسد وحكومته هناك يعني تباين كبير، وهناك فصل كبير بين الوزارة الخارجية المتعلقة في وليد المعلم وإلى القوات يعني القوات المسلحة المتعلقة ببشار الأسد، وهناك يعني تفكك أساسي حتى في داخل المؤسسات اللي يشرف عليها بشار الأسد، وهذا يندر بأن هناك تغيير أساسي، وبشار الأسد فهم هذا الموضوع ورحل إلى طهران بهذا الشكل. يعني إيران سعت إلى هذا في سوريا مثلما سعت إليه في العراق، نفس الشيء. إيران عندما يعني ترى أنها تغرق طبعا تفكر بالخلاص من هذا الغرق. نور المالكي كان يعني غارقا في الأوضاع العراقية وليس له كان حلا. من هذا المنطلق براحة إيران تخلصت عنه أو تخلت عنه. بشار الأسد الآن هو غارق، يعني قبل شهرين هناك حديث كان في القيادات الحرس وأيضا وكالات الأنباء الإيرانية مثل وكالة فارس أو وكالة مهر أو الوكالات الغريبة للحرس مثل تسنيم، كانوا يتحدثون بأنهم سيخلقون جبهات جديدة في داخل سوريا، ويعني سينتصرون مثلا في درعا وسيتوجهون إلى الشمال، وكل قوتهم كانت متركزة على هذه المواضيع. وقاسم سليماني كان في المنطقة وكان في لبنان ثم انتقل إلى سوريا، ولكن بعد المقاومة الباسلة التي رأيناها في درعا وأيضا التقدم الذي حصل في درعا وأيضا التقدم الذي حصل في الشمال، يعني إيران الآن تعيش في أحباط، خاصة قيادات الحرس تعيش في يأس كامل من بشار الأسد والاحتفاظ ببشار الأسد، ومن هذا المنطلق الآن تبحث عن سيناريو آخر. ولكن اسمح لي سيد هاشم، يبدو أنها ما زالت مهتمة بسوريا، ما زالت مهتمة بسوريا لمصالحها الخاصة ولها أجندتها الآن، يطبق هذه الأجندة حزب الله. بالتأكيد، ولكن أنا أعتقد أن إذا هناك حصل تغيير جذري في داخل سوريا، أنا أعتقد إيران لا تستطيع الاحتفاظ بمصالحها مثل حزب الله وغير حزب الله، وعليها أن تدخل في مفاوضات أساسية وجذرية مع الدول في المنطقة وخاصة مع الشعب السوري الذي قتلته منذ 4 سنوات. ولا أعتقد أن الشعب السوري يقبل أن يرى جنرالا إيرانيا أو قاسم سليماني أو شخص من حزب الله اللبناني أو ميليشيات شيعية قتلت الشعب السوري أن تتنقل في سوريا. يعني إيران خسرت كل أوراقها في داخل سوريا، والآن هذا يصعب عليها، يعني يصعب عليها أن تبني سيناريو جديد يحفظ مصالحها في سوريا. نعم.
حسن هاشميان صحفي متخصص بالشأن الإيراني كنت معنا من اسطنبول عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نذهب الآن إلى فاصل قصير مشاهدينا، نفتح بعده الملف الثاني من تفاصيل ابقوا معنا.